السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب البارك ما بقاش بزاف، رقدتوا بزاف في الكونفينمون هذا. دوكا نوضو باش تريفيزيو أو 3 mois إن شاء الله، ولا أقل 2.5 mois ولا يوصل البارك وإن شاء الله تجوزو وتديوه كاع. مي لازم الواحد يعطيو ماكسيموم في هاد 3 mois ولا 2.5 mois اللي بقاو. هذا ما كان يسكري في الواحد وإن شاء الله يجوز ويجيبو كاع الباك إن شاء الله، خطر اذا كملتوا هرقاد اطفر عليكم انا بالكم بلا ما نقولكم. المهم انا على بالكم بلي ندير الدوس تاع المات. دونك بديت بالشابيتر الاول، هضرت الشابيتر الاول اللي بديت به دونك المتتاليات. دونك هضرت على درت 3 دوسون في دروس. دونك الدرس الاول هضرت فيه على المتتاليات العدديه وكيفاش كيفاش نولد المتتاليات بعلاقة تراجعية أو بعبارة الحد العام وإلى آخره، كيف تعرف المتتالية. ومن بعد في الدوزيام لوسون هضرت على المتتالية الحسابية، دونك كيفاش نعرفوا أن المتتالية حسابية أو لا، كيفاش نبينوه ذلك، وعبارة الحد العام كيفاش نكتبوها تاع المتتالية الحسابية والمجموع والوسط الحسابي وإلى آخره. دونك درت ليسونسيال كاع في المتتالية الحسابية. بعد في التروزيام لوسون الدرس الثالث هضرت فيه على المتتالية الهندسية. دونك هضرت فيه واش لازم تعرف كاع في المتتالية الهندسية، كيف تبين ان المتتالية هندسية، عبارة الحد العام، كيف تحسب المجموع والوسط الهندسي والى اخره. دونك تقدروا ترجعوا الدروس. دونك ندير لكم البلاي ليست، دونك الدروس كاع نديرها لكم في صندوق الوصف في لا ديسكريبسيون تاع الفيديو، تلقاو البلاي ليست. البلاي ليست هي اكزومبل موضوع ما دير فيه مجموعة من الفيديو باش تلقاو كاع الفيديو تاع المات فيهم. دونك انا هكذا درت من بلاي ليست تاع المات، تلقاو كاع الفيديو تاعها والدروس تاع المات باش تفهموا بالعقل. وفي الدروس دونك درت بطريقة مبسطة شاك حاجة، درت له اكزومبل مثال وسهلة مالا، تبعوا شوية شوية وان شاء الله تفهموا حبة حبة كما يقولوا. اذا ما فهمتوش كاش حاجه تقدروا تبوزيو لا كيستي وتخليوها في الكومنتير. هذا مكان وان شاء الله تفهموا كلش والله يوفق وان شاء الله قاعد تجيبوا الباك ان شاء الله بربي. بون السلام عليكم. اليوم ان شاء الله كما قلنا دونك نكملوا الدرس الاخير في المتتاليات. هذا الدرس هو اتجاه تغير المتتاليه. دونك اتجاه تغير متتالية. حاجة الأولى نشوفوها هي تعريفات كما يقول. دونك القول عن UN أنها متزايدة تجاه تغير المتتالية، يعني المتتالية إما أن تكون متزايدة أو متناقصة أو ثابتة. قول عن UN أنها متزايدة يعني أنه من أجل كل عدد طبيعي أن UN زائد 1 أكبر من UN. إيش معناتها؟ معناتها الحد يكون أكبر من الحد الذي قبله، يعني مثلا U2 أكبر من U1، U3 أكبر من U2، U4 أكبر من U3، U1 أكبر من U0 وإلى آخره. بصح احنا لازم نحسبوها دي فاصون جينيرال، دونك بطريقة عامة. دونك لازم نلقاو UN زائد 1 أكبر من UN، هذا باش نقول بأن المتتالية متزايدة. اثنين القول عن UN أنها متناقصة،
يعني أنه من أجل كل عدد طبيعي n un زائد واحد يكون أصغر من un باش تكون متتالية متناقصة. أجمع un زائد واحد يكون أصغر من un. مثلا اثنين أصغر من واحد، ثلاثة يكون أصغر من اثنين يكون أصغر من واحد وإلى آخره. أربعة يكون أصغر من ثلاثة ويكون أصغر من اثنين ويكون أصغر من واحد. ثالثا القول عن UN أنها ثابتة، ماذا يعني؟ يعني أنها يعني أنه من أجل كل عدد طبيعي أن UN زائد واحد يساوي UN. يعني U5 مثلا يساوي U4 ويساوي U3 ويساوي U2 ويساوي U1 ويساوي U0. هذه الدالة الثابتة. الدالة الثابتة يعني عندها قيمة واحدة لا تتغير، يساوي مثلا K. K هذه القيمة صديقو، بالك تكون 1 2 5 10 صديقو، المهم عدد حقيقي K باش تكون متتالية ثابتة. قلنا إما أن تكون المتتالية متزايدة أو متناقصة أو ثابتة. متزايدة مثلا تأخذ ثلاثة يساوي أربعة، اثنين يساوي اثنين، واحد يساوي واحد، دونك واحد يساوي واحد، اثنين يساوي اثنين، ثلاثة يساوي أربعة. دونك ثلاثة أكبر من اثنين واثنين أكبر من واحد، يعني ثلاثة أكبر من اثنين واثنين أكبر من واحد. أن ثلاثة يساوي أربعة، أربعة أكبر من اثنين واثنين أكبر من واحد. هذه هي باش تكون متتالية متزايدة. باش تكون متتالية متناقصة مثلا يكون U5 يساوي 3، U6 يساوي 2، U7 يساوي 1. هذه متتالية متناقصة. علاش؟ كل ما نزيدو في الحدود كل ما تنقص المتتالية. إيش معناتها؟ يعني الحد U7 أصغر من الحد U6 أصغر من الحد الذي قبله، والحد U6 أصغر من الحد الذي قبله الذي هو U5 وإلى آخره. لأن U7 واحد U6 اثنين، دونك U7 أصغر من U6. وعلاش؟ لأن واحد أصغر من اثنين وU6 أصغر من U5. لماذا؟ لأن U6 يساوي 2 و2 أصغر من 3. إن شاء الله برك شفتوا هذه المساحة غطاء ضيقة. والدالة الثابتة يعني تكون مثلا UN يساوي 4. UN يساوي 4 يعني كل قيم تساوي 4. إذا حبينا نحسبه U0 يساوي أربعة، حبينا نحسبه U1 يساوي أربعة، U2 يساوي أربعة وإلى آخره. وعلاش؟ خطر في عبارات لحد العام ما كانش الآن، دونك ما نغير قيمة N هنا ما تغيرش هنا قيمة N، لأن ما كانش N، كان غير عدد أربعة لا يتغير، عدد ثابت. دونك كل حدود متساوية وتساوي عدد ثابت له هو أربعة في
الدالة الثابتة في المتتالية الثابتة عفوا. نقدم مثال كيفاش نحسبو U N زائد واحد ناقص U N. دونك باش نشوفو اتجاه تغير المتتالية لازم دراسة إشارة U N زائد واحد ناقص U N. وش معناتها؟ إذا كان U N زائد واحد ناقص U N أكبر من صفر فإن U N زائد واحد أكبر من U N والمتتالية متزايدة. إذا كان U N زائد واحد ناقص U N أصغر من صفر وش معناها؟ معناها U N زائد واحد أصغر من U N إذن المتتالية متناقصة. كما قلنا هنا المتتالية متناقصة. وإذا كان U N زائد واحد ناقص U N يساوي صفر وش معناها؟ معناها U N زائد واحد يساوي U N. كي نجيبو هذا الجهاد تولي U N زائد واحد أصغر من U N. كي نجيبو هذا الجهاد تولي U N زائد واحد أكبر من U N. كي نجيبو هذا U N ناقص U N نجيبو الجهاد الأخرى يولي زائد U N. دونك U N زائد واحد يساوي U N وهذه متتالية ثابتة. المتتالية إما أن تكون متزايدة أو متناقصة أو ثابتة. مثال ممكن مثال كتبته هنا مثال المتتالية U N معرفة على N على N مجموعة الأعداد الحقيقية الطبيعية ب U N يساوي ثلاثة N ناقص واحد معرفة بعبارة الحد العام. دونك واش قالنا؟ السؤال هو ادرس اتجاه تغير المتتالية يعني ادرس اتجاه تغير المتتالية لا اوجد اتجاه تغير المتتالية والى اخره. دونك نشوفوا اسكو المتتالية متزايدة او متناقصة او ثابتة. فكرت حاجة قبل ما ندخلوا في هذا المثال ولا نديرو بعد هذا المثال. دونك المتتالية U N معرفة على N U N يساوي 3 N ناقص 1. دونك قلنا ادرس اتجاه تغير المتتالية يعني ايجاد اتجاه تغير المتتالية اشكو المتتالية متناقصة او متزايدة او ثابتة. اول حاجة باش ندرسو اتجاه تغير المتتالية واش لازم؟ الخطوة الأولى لازم حساب U N زائد واحد. وعلاش؟ خاطر لازم نديرو U N زائد واحد ناقص U N باش نشوفو إذا كان هذا الفرق أصغر من صفر أو أكبر من صفر أو يساوي صفر. إذا كان أكبر من صفر فإن المتتالية متزايدة. إذا كان هذا الفرق U N زائد واحد ناقص U N أصغر من صفر فإن المتتالية متناقصة. إذا كان U N زائد واحد ناقص U N يساوي صفر فإن المتتالية ثابتة. دونك الحاجة الأولى نحسبو U N زائد واحد أبري نحسبو الفرق U N زائد واحد ناقص U N. الخطوة الأولى الخطوة الثانية. دونك الحاجة الأولى لازم نحسبو U N زائد واحد. باش نحسبو U N زائد واحد واش نديرو؟ عندنا عبارة الحد العام هذه هي 3 ان ناقص 1. دونك نديرو 3 وين كاين ان نعوضوه بان زائد 1 ان زائد 1 ناقص 1 ماذا يساوي؟ دونك
نديرو النشر، ثلاثة ان زائد ثلاثة في واحد ثلاثة ناقص واحد، دونك يساوي ثلاثة ان زائد ثلاثة ناقص واحد، ثلاثة ناقص واحد اثنين. اذا يو ان زائد واحد وثلاثة ان زائد اثنين، دونك لقينا يو ان زائد واحد حسبناه وعندنا يو ان. دونك الخطوة الثانية واش نديرو؟ نديرو يو ان زائد واحد ناقص يو ان، ماذا يساوي؟ يو ان زائد واحد وشنو هو؟ هذا هو ثلاثة ان زائد اثنين ناقص، نفتح قوس، ثلاثة ان ناقص واحد. لازم توجور تشوفوا الناقص هذا، كي تشوفوا الناقص لازم تديروا الاقواس، خاطر الناقص ينشر باش ما تغلطوش في الاشارة. دونك ناقص ثلاثة ان ناقص واحد، دونك عوضنا يو ان بالقيمة تاعها، عوضنا ان زائد يو ان زائد واحد بالقيمة تاعها ناقص يو ان، يو ان عوضناها بالقيمة تاعها. نحسبو دوكا ثلاثة ان زائد اثنين ناقص ناقص ثلاثة ان، نشرو الناقص هذاك، ناقص في ناقص ماشي في ناقص ناقص يولي زائد، زائد واحد خطر نشرناه، هذا كان زائد ولا ناقص كي دخل عليه الناقص، وهذا كان ناقص كي دخل عليه الناقص يولي زائد، هذا هو النشر تاع الناقص. دونك ثلاثة ان ناقص ثلاثة ان يروحو، خذ ثلاثة ان ناقص ثلاثة ان يساوي صفر، ومن بعد بقانا واش بقانا؟ اثنين زائد واحد يساوي ثلاثة. اذا يو ان زائد واحد ناقص يو ان يساوي ثلاثة، قينا يساوي ثلاثة، وثلاثة اكبر من صفر. واش معناها؟ كي نلقاو ثلاثة يو ان زائد واحد ناقص يو ان اكبر من صفر، معناتها ان المتتالية متزايدة. اذا المتتالية يو ان متزايدة، سهلة مهلة. دونك كيما قلنا باش نحسبو نشوفو دراسة اتجاه التغير، حسبو يو ان زائد واحد حسبناه، بعد نديرو دراسة اشارة يو ان زائد واحد ناقص يو ان، يعني نشوفو اسكو اكبر من صفر فان المتتالية متزايدة، اذا كان يو ان زائد واحد ناقص يو ان اصغر من صفر فان المتتالية متناقصة، إذا كان يو ان زائد واحد ناقص يو ان يساوي صفر فإن المتتالية ثابتة. إذن كما شفنا كاين متتالية متزايدة ولا متناقصة ولا ثابتة، إما أن تكون إذن كما شفنا إما أن تكون متتالية متزايدة أو متناقصة أو ثابتة، كاين حالات، حالات خاصة نديرها هنا. مثلا القول ان القول عن يو ان انها رتيبة، ماذا يعني؟ يعني انها اما متزايدة تماما او متناقصة تماما، يعني اما ان تكون متزايدة تماما او متناقصة تماما باش نقولوا بان الدالة رتيبة. كاين متناقصة وكاين متزايدة وكاين متناقصة تماما ومتزايدة تماما. متناقصة ومتزايدة تقدر تكون المتتالية شغل متناقصة، تكون متناقصة على مجال وتولي متزايدة على مجال، تولي إذا تكون متناقصة بعد تولي متزايدة تولي متناقصة، سا ديبون المجال، إكزومبل أونتر صفر وخمسة تكون متناقصة، أونتر خمسة وثمانية تكون متزايدة، أو أونتر ثمانية وسبعتاش مثلا تكون متناقصة. دونك المتتالية هادي إما تكون شوية متناقصة متزايدة متناقصة، بصح كي نقولو دالة متناقصة تماما ولا متزايدة تماما، يعني نقول متناقصة تماما يعني على كل مجال التعريف،
تكون توجور متناقصة، متناقصة تماما، يعني ما توليش قاع متزايدة. وكي يقولوا متزايدة تماما، تكون متزايدة تماما، متناقصة تماما، يعني تكون هكا توجور متزايدة تماما، تكون متزايدة توجور على كل مجال التعريف، على كل مجال تعريف تكون متزايدة تماما. في هذه الحالة اسمها رتيبة، رتيبة يعني إما أن تكون متزايدة تماما أو متناقصة تماما. بريكين حالات تكون متتاليات، ليست متزايدة تماما وليست متناقصة تماما، كما قلنا هنا تكون متزايدة شوية ومتناقصة، شغل تهبط شوية وتطلع بعد تهبط وإلى آخره، ليست متناقصة تماما وليست متزايدة تماما. دونك هذين نسموهم القول، نقول القول عن يوان أنها غير رتيبة، أي أنها ليست متزايدة تماما وليست متناقصة تماما. كاين حالات وين تكون المتتالية ليست متزايدة تماما وليست متناقصة تماما، في هذه الحالة اسمها دالة متتالية غير رتيبة. أما إذا كانت متزايدة تماما أو متناقصة تماما فإنها نقول عنها أنها رتيبة، متتالية رتيبة. وكما قلنا متتالية ثابتة يعني ماذا يعني؟ إذا كانت المتتالية ثابتة تكون متتالية ثابتة، أو إذا كانت المتتالية ثابتة فإنه يوجد عدد حقيقي ك، بحيث من أجل كل عدد طبيعي أن فإن المتتالية يؤن أو نقول بحيث من أجل كل عدد طبيعي N direct UN يساوي K، يعني كل حدود تساوي K. وش مع example UN يساوي 4، معناها إذا حسبنا U0 يساوي 4، U1 يساوي 4، U2 يساوي 4، ثلاثة يساوي أربعة، وإلى آخره، عدد ثابت. باش تكون دالة ثابتة، متتالية ثابتة، باش تكون متتالية ثابتة، أنا هضر غير على الدول اليوم، لأن أنت متزايدة ومتناقصة في الدول بوكو بلوس. مي متتالية كما قلنا، تكون متتالية ثابتة إذا وجد عدد حقيقي ك، بحيث من أجل كل عدد طبيعي أن، يؤن يساوي ك. يعني أن تساوي هذاك العدد الثابت، باش تكون ثابتة، كل حدودها تكون ثابتة وتساوي هذاك العدد الثابت. الآن نهضروا على اتجاه 2، اتجاه تغير متتالية حسابية، واش ندرسو ولا نحسبو اتجاه تغير متتالية حسابية. على بالنا بأن المتتالية الحسابية وشنو هي؟ معرفك الآتي، تكون UN زائد واحد يساوي ولا ناقص UN يساوي R. لازم نلقاو هاديجا هكا باش نثبت بأن المتتالية حسابية، لازم يكون UN زائد واحد ناقص UN يساوي R. وحنا قلنا باش ندرسو اتجاه التغير
متتالية ما لازم ندرسو إشارة يو ان زائد واحد ناقص يو ان، يعني إما يكون أصغر من صفر أو أكبر من صفر أو يساوي صفر، المهم لازم ندرسو الإشارة تاعو. دونك يو ان زائد واحد ناقص يو ان لازم ندرسو الإشارة تاعو، وحنا في المتتالية الحسابية يو ان زائد واحد ناقص يو ان يساوي ار. دونك دراسة إشارة يو ان ناقص واحد ناقص يو ان زائد واحد ناقص يو ان هي دراسة إشارة ار، يعني نشوفو ار ديريكتومون، حاجة سهلة. دونك دراسة اتجاه أو إشارة يو ان زائد واحد ناقص يو ان يعود إلى دراسة إشارة R، يعني شوفوا R بكل بساطة عندنا ثلاث حالات في المتتالية الحسابية. إذا كان R سالب، R هو الأساس، أساس المتتالية الحسابية كما هضرنا عليه، إذا كان سالب تماما شو معناتها R يكون أصغر من صفر، فإن المتتالية متناقصة. في المتتالية الحسابية لازم نلقاو، شفنا في الدرس تاع المتتالية الحسابية كيفاش نلقاو الأساس، دونك لازم نلقاو الأساس ولا إذا مدونا الأساس سي بون. تحكم الأساس شوف الإشارة تاعو، إذا كان أصغر من صفر فإن المتتالية متناقصة تماما، إذا كان أكبر من صفر فإن المتتالية متزايدة تماما موجب، سالب تماما موجب تماما، يعني R أكبر من صفر فإن المتتالية متزايدة تماما. سهلة معلها، إذا كان R أصغر من صفر فإن المتتالية متناقصة تماما، إذا كان R أكبر من صفر أي موجب فإن المتتالية متزايدة تماما. أصغر من صفر معناتها R يكون سالب، يكون سالب مثلا يساوي ناقص 2 لا ناقص 3 ناقص 8 وإلى آخره، يعني يكون بالناقص هذا هو السالب، والموجب يكون 2 ولا 4 ولا 8 وإلى آخره، يكون عدد موجب أي عدد طبيعي موجب. دونك إذا كان R موجب تماما R أكبر من صفر فإن المتتالية متزايدة تماما. وطروز يمكا وشنو هو الحالة الثالثة، إذا كان R معدوم يعني R يساوي صفر، R يساوي صفر يو ان زائد واحد ناقص يو ان يساوي صفر، معناتها يو ان زائد واحد يساوي يو ان، إذا كان R يساوي صفر فإن المتتالية ثابتة. هذه هي اتجاه تغير المتتالية حسابية. دونك إما يكون نشوفوا اتجاه تغير المتتالية حسابية من اتجاه تغير أو من إشارة R، من إشارة الأساس، إذا كان الأساس سالب تماما أي R أصغر من صفر فإن المتتالية متناقصة تماما، إذا كان R موجب تماما أي R أكبر من صفر فإن المتتالية متزايدة تماما، إذا كان R معدوم أي R يساوي صفر فإن المتتالية ثابتة. نشوفوا مثال، في المتتالية الحسابية مثال لتكن المتتالية يو ان معرفة على ان كما يلي، يو ان تساوي 4 في ان اي 4 ان زائد 2. سؤال اول، احسب يو صفر ويو واحد
سؤال ثاني، أثبت أن المتتالية UN حسابية يطلب تعيين أساسها R. ثالثا، أدرس اتجاه تغير المتتالية UN. اختار كيستيون شوفهم، اثبت ان المتتالية UN حسابية يطلب تعيين اساسها، هذه شفناها في درس تاع المتتالية الحسابية مي نعودوها، ومن بعد ادرس اتجاه تغير المتتالية. دونك اعطانا الاسئلة الحل، حل المثال. دونك واحد حساب اي صفر و اي واحد، كيفاش نحسبو؟ عندنا اي ان يساوي اربعة ان زائد اثنين. باش نحسبو اي صفر كما قلنا هذا اربعة، اربعة في ان، نعوض ان بصفر، دونك اربعة في صفر زائد اثنين، اربعة في صفر صفر زائد اثنين اثنين، اذا اي صفر يساوي اثنين. دوزيام دي شوز وشنو هي؟ نحسبو اي واحد، اي واحد نفس الطريقة، نعوض ان بواحد، دونك اربعة في واحد زائد اثنين، اربعة في واحد واحد، عفوا اربعة في واحد اربعة زائد اثنين، دونك اربعة زائد اثنين ستة، اذا اي واحد يساوي ستة. دونك حسبنا، هذا هو السؤال الاول. سؤال ثاني، إثبات أن المتتالية UN حسابية. كيفاش نثبت أن المتتالية UN حسابية؟ كما شفنا أولا لازم نحسبو حساب UN زائد واحد، أبري نحسبو UN ناقص UN، نحسبو UN زائد واحد ناقص UN. هذه هي الدوزي طب باش نشوفو باش نثبت أن المتتالية حسابية. دونك حاجة الأولى UN زائد واحد ماذا يساوي؟ نفس الطريقة، وين كاين ان نعوضه بان زائد واحد، دونك اربعة في ان زائد واحد بين قوسين زائد اثنين، ويساوي اربعة في ان اربعة ان زائد اربعة زائد اثنين. دونك يو ان زائد واحد يساوي اربعة، أربعة أن زائد ستة، دونك قلنا أربعة أن زائد واحد، دونك أربعة أن زائد أربعة زائد اثنين، دونك يساوي أربعة أن زائد ستة. حسبنا UN زائد واحد، واش نديرو دوكا؟ ب حساب UN زائد واحد ناقص UN باش نلقاو الأساس. دونك يو ان زائد واحد ناقص يو ان ماذا يساوي؟ يو ان زائد واحد نعوضوه، دونك اربعة ان زائد ستة ناقص، نفتحو القوس، يو ان، يو ان هو اربعة ان زائد اثنين، دونك ناقص اربعة ان زائد اثنين، ونشرو الناقص هذاك، دونك اربعة ان زائد ستة ناقص اربعة ان ناقص اثنين، نشرنا الناقص هذاك، ناقص ناقص، كانوا زائد زائد يولو ناقص ناقص، دونك يساوي أربعة أن ناقص أربعة أن يروحو ستة ناقص اثنين أربعة، دونك يو أن زائد واحد ناقص يو أن يساوي أربعة، وهو الأساس. إذن
UN متتالية حسابية أساسها R يساوي 4. لقينا الأساس، دوكا لقينا الأساس فسينمون نديرو اتجاه التغير. اتجاه تغير المتتالية UN، قلنا اتجاه التغير المتتالية حسابية، واش لازمنا نشوفو الار. اذا كان نشوفو الار كما قلنا، الار اذا كان موجب ولا سالب ولا معدوم. حنا الار في الكاد تاعنا واش يساوي؟ ار يساوي 4. دونك ار يساوي 4 و 4 اكبر من 0. واش معناها؟ اذا ديريكت، اذا المتتالية UN متزايدة تماما. هذا ما كان ابري باش واحد يكبرك في البريون، ولا باش دير التحقيق بلي ماكش غلط في اسكو المتتالية متزايدة او متناقصة. بصفة عامة تحسب الحد الاول والحد الثاني من المتتالية، وحنا حسبناهم. دونك حسبنا اي صفر و اثنين، وحسبنا اي واحد هو 6. 6 اكبر من 2، دونك المتتالية متزايدة لان اي واحد اكبر من اي صفر. هذا ما كان باش تشوف روحك بلي ما غلطتش في الحساب برك. دونك طريقة سهلة، متتالية حسابية، دونك اثبتنا ان المتتالية حسابية. دونك بحساب UN زائد 1 ابري UN زائد 1 ناقص UN، لقينا الاساس يساوي 4. 4 موجب اكبر من 0، اذا المتتالية متزايدة تماما. هذا ما كان في المتتالية الحسابية. دونك المتتالية الحسابية كنا حسب اشارة R، اما يكون سالب اي اصغر من 0، اذا كان R اصغر من 0 فان المتتالية متناقصة تماما. اذا كان R موجب تماما اي R اكبر من 0 فان المتتالية متزايدة تماما. اذا كان R معدوم اي R يساوي 0 فان المتتالية ثابتة. هذا ما كان في المتتالية الحسابية. وكنجوزو المتتالية الهندسية. المتتالية اتجاه تغير المتتالية الهندسية. كيفاش نحسبو اتجاه تغير المتتالية الهندسية؟ كاين بزاف لي كان لازم نتبعو بالعقل برك. هي اساسا نشوفو الكيو الاساس والحد الاول، هذه هي القاعدة باش نشوفو اتجاه تغير المتتالية الهندسية. وعلاش؟ لان نعلم ان UN زائد 1 ولا UN نبدأ بـ UN يساوي U0 في Q أس N. هذه عبارة الحد العام، تقدروا ترجعوا لدرس المتتالية الهندسية باش تشوفوا بالتفصيل. عبارة الحد العام، إذا كان U0 هو الحد الأول فإن UN يساوي U0 في Q أس N. هذا ما كان. دونك باش نحسبوا UN زائد 1 واش معناتها؟ نعوض ان ب ان زائد 1. دونك يو ان زائد 1 يساوي يو صفر في كي اس ان زائد 1. هذه هي يو ان زائد 1، هذا يو ان. قلنا المتتاليه لازم نحسبوا يو ان زائد 1 ناقص يو ان باش نشوفوا اشارات لازم نشوفوا اشارات يو ان زائد 1 ناقص يو ان باش نشوفوا اسكو المتتاليه متزايدة أو متناقصة أو ثابتة. دونك هذا واش يساوي؟ نحسبوه، نعوضو UN زائد 1 و U0 في Q أس N زائد 1 ناقص UN. UN نعوضوه هو U0 في Q أس N، فمكان لا الأقواس خاطر حد 1. واش معناتها حد واحد؟ معناتها كاين ضرب بيناتهم ماشي الزائد باش يتنشر.
باش تنشر الناقص هذاك ديريكت ناقص او صفر في كيو اس ان. دونك واش نديرو؟ او صفر بعد كيو اس ان زائد واحد. كما قلنا قلنا ديجا في الدرس السابق بلي ا اس اكس زائد ايكغيك ماذا يساوي؟ يساوي ا اس اكس في ا اس ايكغيك. هذه قاعدة في الأس. دونك هذا نقدر نسيباري يولي ضرب. دونك واش يولي؟ اي صفر في كيو أس أن في كيو أس واحد. كيو أس واحد ولا كيو ديريكت ناقص اي صفر في كيو أس أن. هذه هي. دونك نخرجو اي صفر في كيو أس أن خاطر كاين هنا وكاين هنا، نخرجو عامل مشترك. نخرجو هذا عامل مشترك واش يبقى؟ كي نحو هادو نخرجوهم واش يبقى؟ يبقى كيو هنا في الجهادين نحوهم واش يبقى؟ يبقى والو؟ لا لا ما يبقاش والو. كي يكون ضرب كي تنحيهم في زوج يبقى واحد. دونك ناقص واحد. كل عبارة يو ان زائد واحد ناقص يو ان هي هادي، هي يو صفر في كيو اس ان في كيو ناقص واحد. أداء هذه العبارة اللي خرجنا ليها. دونك باش نشوفوا اتجاه تغير المتتالية الهندسية. دونك سا ديبون الأساس، يعني نشوفوا الأساس تاعها ونشوفوا حدها الأول. هذه هي، شوفوا الإشارة تاعهم باش نشوفوا اسكو يو ان زائد واحد ناقص يو ان يكون موجب ولا سالب، أو يكون موجب ولا سالب ولا معدوم. فور سا دونك نديرو لي كا لي كاينين كاع. دونك الكان الاول، شنو هو الكان الاول؟ بريميكا اذا كان حنا نشوفو توجو الحد الاول و اي صفر في هاد الحالة ولا اي بي، المهم اي صفر حد الاول اذا كانت المتتالية معرفة على ان و كيو الاساس. دونك توجو نشوفو الاساس الحالات هادو بارابول الاساس والحد الاول. دونك الحالة الاولى اذا كان كيو الاساس محصور بين الصفر وواحد، يعني عدد بين الصفر وواحد، وكان اي صفر اكبر من صفر، كيفاش تكون المتتالية؟ فان المتتالية يو ان في هذه الحالة متناقصة تماما. وعلاش؟ مثال يو ان يساوي 2 في 0.5 اس ان. قلنا عبارة لهذا العام يو ان يساوي يو صفر في كي اس ان. دونك هذا هو الاساس هو 0.5 وهذا هو الحد الاول. هكذا باش تشوفوا برك باش تفهموا علاش. دونك 2 موجب يو صفر اكبر من صفر، 2 موجب والاساس محصور بين الصفر وواحد. الاعداد المحصوره بين الصفر وواحد عندهم خاصيه، وشنو هي الخاصيه هذه؟ كل ما دير له الاس اس يعني اس واحد اس اثنين اس ثلاثة يولوا صغار. وعلاش؟ 0.5 مثلا في 0.5 ماذا يساوي؟ يساوي 0.25. بعد 0.25 تضربوا في 0.5 دير له هنا 0.5 اس اثنين، هنا 0.5 اس ثلاثة. كدير 0.25 في 0.25 في 0.5 دونك يساوي 0.125. دونك كان 0.5 صغار ولا 0.25 ولا 0.125 كان تكمل 0.5 اس 4. دونك 0.125 في 0.5 يولي 0.0625 والى اخره. دونك الاعداد هادو ينقصوا، وهذا عدد موجب، عدد موجب يبقى هكذا.
دونك هذا بلوس هذا تاني بلوس مي كي نقصو باش تفهموا بعض كي نقصو نقدروا نعتبروه موا ولا نقولوا متناقص هاد الحد هاد لابارتي متناقصه متناقصه في الزائد يولي متناقص وعلاش اختار هذيك متناقص توجور وهذاك ان اثنين يبقى هكاك ثابت يعني موجب يبقى هكاك لا يتغير وهذا ينقص دونك اكزومبل كي تضرب 0.5 في 2 يساوي 1 مي كي دير له اس نين هذه ولي 0.25 في 2 0.25 في 2 0.5 دونك اهبط كان يو ان يو 1 مثلا 2 في 0.5 دونك هو 1 يو 2 2 في 0.5 اس 2 هو 2 في 0.25 يساوي 0.5 2 اس 3 2 في 0.5 اس 3 هي هادي دونك تنقص تاني 25 دونك ينقص دونك هنا نعتبروه برك بلي نقدر نعتبروه بلي ناقص هذا مالغري بلي علما انه عدد موجب لانه محصور بين 0 و 1 علاش نعتبرو ناقص باش نقولو بلي متناقص دونك حاجه متناقصه في زائد توني ناقص شحال كيما درتو الزائد في ناقص شنو ناقص هذا واش لازم تعرفو يعني عدد بين 0 و 1 توجور يتناقص في زائد في عدد موجب دونك ناقص تولي كلش ناقص دونك المتتاليه متناقصه تماما هذه هي الحاله الاولى اذا كان Q محصور بين 0 و 1 وكان U 0 أكبر من 0 فإن المتتالية متناقصة تماما شغل كما ضربت الزائد في الناقص زائد في الناقص هو ناقص هذا ماشي ناقص من أعتبره ناقص لأنه يتناقص باش تفهموا برك الحالة الثانية إذا كان توجور Q بين 0 و 1 وكان هذه وكان بي صفر أصغر من صفر فإن المتتالية متزايدة تماما وعلاش عش المتتالية متزايدة تماما كما قلنا هذا ناقص أنا أصغر من صفر وهذا نعتبره ناقص في ناقص والزائد هذا مكان ولا نعطو مثال UN يساوي مثلا ناقص 3 في 0.2 أس N 0.2 محصور بين 0 و 1 وهذا عدد سالب دونك 0.2 أس 1 هو 0.2 0.2 أس 2 هو 0.04 0.2 أس 3 هو 0.008 وإلى آخره يتناقص هذا يتناقص وهذا ناقص ديجا شغل هذا يتناقص نعتبره كما ناقص مالغري هو موجب لكن نعتبره كما ناقص في ناقص دونك زائد هذا مكان دونك لازم تعرفوا عدد محصور بين 0 و 1 شوفوا شغل يعكس إشارة الحد الأول إذا كان الحد الأول موجب أي أكبر من صفر وكان الأساس عدد المحصور بين صفر وواحد فإن الدالة متناقصة دونك يعكس إشارة الحد الأول إذا كان الحد الأول متناقص أي أصغر من صفر وكان الأساس بين صفر وواحد تعكس الإشارة هذا يعني نعكس الإشارة هذا باش نلقاو اتجاه تغير متتالية يعني متتالية متزايدة تماما مهم لازم تعرف إذا كان هذا ناقص أي أصغر من صفر وهذا محصور بين صفر وواحد فإن المتتالية متزايدة تماما وإذا كان هذا بين صفر وواحد أي الأساس بين صفر وواحد وكان U صفر أكبر من صفر فإن المتتالية متناقصة تماما تروازيام كا وشنو هو إذا كان Q أكبر من واحد وكان U صفر أكبر من صفر
هذه ديريكت، هذه بلس، هذه بلس. كيو اكبر من واحد و اي صفر اكبر من صفر. بلس في البلس هو البلس لانهم من نفس الاشاره. دونك الداله متزايده، فان المتتاليه متزايده، فان المتتاليه متزايده تماما. مثال يو ان يساوي 5 في 2 اس ان. 2 اس 1 هو 2، 2 في 5 دونك 2 في 5 10، 2 اس 2 4 دونك 2 هذا يزيد توجور. 2 اس 1 هو 2، 2 اس 2 هو 4، 2 اس 3 هو 8 والى اخره، وتزيد ضربه في 5. 2 في 5 10، 4 في 5 20، 8 في 5 40، دونك متزايد توجور. دونك اذا كان كيو اكبر من 1 و اي صفر اكبر من صفر، يعني موجبين للزوج، يعني موجب في موجب يساوي موجب، يعني الدالة متتالية متزايدة تماما. رتب الدالة اليوم قلتها 21 خطرة الدالة. هذا مكان سهلة هذه، دونك يكون موجب الأساس موجب، يعني أكبر من واحد، أكبر من واحد ماشي موجب برك، لازم يكون أكبر من واحد. و اي صفر أصغر من صفر، أكبر من صفر يعني موجب في موجب زائد يساوي موجب، فإن المتتالية متزايدة تماما. الحالة الرابعة وشنو هي؟ إذا كان Q أكبر من واحد وكان U صفر أصغر من صفر. Q أكبر من واحد دونك هذا توجور بوزيتيف، و اي صفر اصغر من صفر هذا النيجاتيف. نيجاتيف في البوزيتيف يعني السالب في الموجب يساوي السالب ديريكت. دونك تقدر تعرف ديريكت فان المتتاليه متناقصه تماما. خطر اشاره هذا عكس اشاره هذا، هذا موجب أكبر من واحد يعني موجب تماما، و اي صفر أصغر من صفر يعني سالب، فإن المتتالية متناقصة. مثال يو ان يساوي ناقص 4 في 3 أس ان. 3 أس ان يزيد وهذا ناقص 4. 3 أس 1 يساوي 3. 3 أس 2 هو 9. 3 أس 3 هو 27. ثلاثة ضربوا في ناقص 4 يساوي ناقص 12. 9 في ناقص 4 ناقص 36. 27 في ناقص 4 ما على باليش ناقص 108، ناقص 108. دونك يكبر في الناقص، هذا العدد يكبر بالناقص. بعد نعرفوا كي تمشي في الناقص، يعني كي تبعد في الناقص، كل ما تقرب من صفر راك، كل ما تقرب من صفر في الناقص راك كبير. كونتريرمون في الموجب ما نخلطهاش عليكم. المهم لازم تعرف باللي هذا موجب، كيو اكبر من واحد و اي صفر اصغر من واحد يعني سالب زائد في الناقص يولي الناقص. دونك المتتالية متناقصة تماما باش تفهموا رابيدمون بلا ما نكومبليكيو الحالة. هذا مكان الحالة الخامسة، إذا كان كيو يساوي واحد فإن المتتالية ثابتة. إذا كان الأساس يساوي واحد فإن المتتالية ثابتة. علاش؟ مثلا يو أن يساوي 5 في 1 أس أن. 5 في 1 أس أن، أعرف بلي واحد أس واحد يساوي واحد، واحد أس اثنين هو واحد، واحد أس ثلاثة هو واحد، واحد أس أربعة هو واحد، واحد أس أي عدد يساوي واحد، دونك ثابت. دونك توجور هذا واحد في خمسة يساوي خمسة، دونك الدالة هذه تساوي توجور خمسة، فإن المتتالية هذه توجور خمسة، دونك متتالية ثابتة. إذا كان الأساس يساوي واحد فإن المتتالية ثابتة ديريكت. سادسا كيو يساوي صفر،
إذا كان Q يساوي صفر. ماذا يعني؟ فإن كل الحدود معدومة ابتداء من الحد الثاني. كل حدود معدومة ابتداء من الحد الثاني. وعلاش؟ مثال U0 UN شو اثنين في صفر أس أن. كنحسبوا الحد الأول U0 وش ما يساوي؟ U0 يساوي اثنين في صفر أس صفر. عندنا خاصية لازمش ننساهم، X أس صفر. أي عدد أس صفر يساوي واحد، أي عدد يساوي أس صفر يساوي واحد. دونك صفر أس صفر هو واحد، وش معناتها؟ اثنين في واحد يساوي اثنين U0. مي بقية الحدود صفر. وعلاش؟ كي تجي تحسب U1 هو اثنين في صفر أس واحد. صفر أس واحد هو صفر، دونك يروح كلش. صفر في اثنين صفر، صفر في أي عدد يساوي صفر، دونك توجور يروح. خطر صفر في أي صفر أس أي عدد يساوي صفر، ومن بعد اثنين هذاك ضربوا في صفر توجور صفر. إلا في حالة كي يكون صفر أس صفر، يعني الحد الأول هي واحد. في بورسا قلنا فإن كل حدود معدومة ابتداء من الحد الثاني، يعني الحد الأول غير معدوم، الحدود الأخرى معدومة. هذه هي الحالة السادسة. دونك نكملوا ساتيام كا. الحالة السابعة شنو هي؟ إذا كان Q أصغر من صفر. إذا كان Q أصغر من صفر فإن الفرق UN زائد واحد ناقص UN لا يحتفظ بإشارته، لا يحتفظ بإشارة ثابتة، لأن Q أس N لا يحتفظ بإشارة ثابتة. دونك تفهموا. ومن هو نقول أن المتتالية UN ليست رتيبة. مثال باش تفهموا، مثال ليست رتيبة بمعنى أنها ليست متزايدة تماما وليست متناقصة تماما، يعني تزيد وتنقص. مثال مثلا UN يساوي 3 في ناقص 1 أس N. ناقص 1 هو Q، Q أصغر من 0، ناقص 1 أس N. ناقص 1 العدد سالبة أس N، عندهم لديهم حالتين. وشنهم؟ إذا كان N زوجي وإذا كان N فردي، عندهم الحالتين. إذا كان N زوجي يعني ناقص 1 أس N يساوي 1، إذا كان N فردي ناقص 1 أس N يساوي ناقص 1. مثال ناقص 1 أس 1 أس 2 زوجي أس 2 يساوي 1، لأن ناقص 1 في ناقص 1 يعني ناقص في ناقص يساوي زائد، دونك 1. عدد فردي مثلا ناقص 1 أس 3 يساوي ناقص 1. وعلاش؟ ناقص 1 في ناقص 1 يساوي 1، 1 في ناقص 1 يساوي ناقص 1، لأن بلوس في الموا يعني الموجب في السالب يساوي السالب. المهم بصفة عامة لازم تعرفوا بلي إذا كان الآن هذاك زوجي فإن ناقص 1 أس N يساوي 1، إذا كان N فردي فإن ناقص 1 أس 3 إذا كان N فردي فإن ناقص 1 أس N يساوي ناقص 1. سي بور سا الدالة لهذا فإن المتتالية ليست رتيبة، يعني ما تكونش متزايدة تماما ولا متناقصة تماما. يعني كي يكون N يساوي 1 مثلا، N يساوي 1 يساوي 2 يساوي 3 يساوي 4 يساوي 5، إذا كان N يساوي 1 دونك ناقص 1 أس N يساوي ناقص 1 في 3، دونك ناقص 3. إذا كان
2 زوجي فإن ناقص 1 أس 2 يساوي 1، دونك 1 في 3 3، 1 في 3 3، هذا فردي ناقص 3، هذا زوجي 3، هذا فردي ناقص 3، زوجي 3 وإلى آخره. دونك ناقص 3 تكون ناقص 3 هنا، تطلع يعني تكون متزايدة هنا وبعد تهبط ناقص 3 وبعد تطلع الثلاثة وتهبط ناقص 3، دونك تتزايد وتتناقص، دونك ليست رتيبة. في هذه الحالة عندما يكون Q أصغر من صفر فإن المتتالية ليست رتيبة، المتتالية UN ليست رتيبة لأنها لا تحتفظ بإشارة واحدة، لا تكون موجبة تماما أي متزايدة تماما أو متناقصة تماما، يعني تنقص وتزيد تنقص وتزيد تنقص وتزيد وإلى آخره، يعني تكون متزايدة متناقصة متزايدة متناقصة. هذه هي الحالة السابعة والأخيرة. إذن هذه هي الحالات فالمتتالية الهندسية، اتجاه تغير المتتالية الهندسية. لازم بالعقل برك تشوفوا، إذا ما فهمتوش عودوا الحالات بالعقل تفهموهم. شفنا المتتالية اتجاه تغير المتتالية الحسابية سهل بارابول R في ثلاث حالات، لكن أن R أصغر من صفر فإن المتتالية متناقصة في حالة المتتالية الحسابية، إذا كان R أكبر من صفر فإن المتتالية متزايدة، إذا كان R يساوي صفر فإن المتتالية ثابتة. شفنا اتجاه التغير بمتتالية بصفة عامة بمتتالية عددية. مهم هذا هو باش يخلص الشابيتر تاع المتتاليات. ما تنسوش تبارطاجيو مع أصحابكم مع أصحاب الباك، وإذا ما فهمتوش كاش حاجة تقدروا تخلوه في الكومنتار لكيستيون. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.